وللمزيد ينضم إلينا الآن عبر الهاتف دكتور تحسين شعلة الخبير البيئي أستاذ النانو تكنولوجي. دكتور تحسين برحب بحضرتك معنا إلى هذه التغطية الإخبارية. طبعا الخير على حضرتك وصباح الخير على المشاهدين. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني بنتحدث عن تغيرات مناخية شديدة الخطورة بيشهدها العالم أجمع، ويعني بالتأكيد أن جميع الاتفاقيات الدولية، وأعود مع حضرتك لعام 1987 اتفاق مونتريال إلى أن وصلنا إلى يعني اتفاق باريس باريس للتغير المناخي. جميع هذه الاتفاقيات كانت تؤكد على ضرورة عدم إنتاج المواد التي تضر بطبقات الأوزون والتي تسبب الاحترار الحراري. يعني حضرتك بتشوف ده إزاي، وإزاي نقدر نحقق ذلك من خلال يعني تكاتف جميع الدول؟ والله خليني أؤكد على حضرتك وأؤكد على السادة المشاهدين، يمكن أنا أشرت في قناة إكسترا نيوز مسبقا في مرات عديدة سابقة، ممكن يكون السنة الماضية وقت ظهور ظاهرة النينو أشرت إلى حدوث تغيرات مناخية بشدة وبحدة تطول جميع دول العالم بما فيهم الدول الكبرى التي هي المؤثر الرئيسي في التغيرات المناخية والسبب الأكثر في الانبعاثات الكربونية وانبعاثات غاز الميثان. صحيح. وبالتالي الاتفاقيات كانت بتنص دائما على ضرورة العمل على تقليل درجة الحرارة لأقل من 1.5 درجة مئوية. نعم. طب تعالي كده يعني هقول بس بحاجة كده سريعة، يعني هنقول نتكلم حتى على مصر بس، مع أن مصر هي الأقل تأثيرا وضررا في التغيرات المناخية مقارنة بأمريكا. يعني أمريكا بتساهم بالانبعاثات الكربونية وانبعاثات غاز الميثان بالنسبة الأكبر على مستوى العالم بنسبة 22%. صحيح. يليها الصين 18% والاتحاد الأوروبي 12.2%. فبالتالي مصر وأفريقيا عموما، أفريقيا نتكلم على أقل من 4-5% ده الملوثات. طب تعالي كده هنشوف إحنا كدولة بعيدة تماما عن مصادر التلوث أو ليس لنا دور في تلوث المناخ. صحيح. تعالي بقى نشوف حضرتك ان احنا السنه اللي فاتت، انا هقارن لك الشهر الحالي بالشهر ابريل العام الماضي. نعم. بص تاني متوسطات درجه الحراره في العام الماضي كانت اقل من 28 درجه في الشهر الحالي. الشهر الحالي يعني بنتكلم على 23 متوسط 28. الشهر الحالي ابريل متوسط درجه الحراره بنتكلم على 32 درجه. شوفي تخيلي حضرتك ان ممكن يكون الفرق بنتكلم في 2 درجة. كان زمان الاتفاقيات بيقولوا ان احنا عدم المساهمة في ارتفاع درجة الحرارة بما لا يزيد عن 1.5، وده كان النص بتاع اتفاقية باريس اللي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أقر وكان بيشد بضرورة كبرى على الالتزام بتقليل الانبعاثات الكربونية. صح. والالتزام بعدم ارتفاع درجات الحرارة عن 1.5. تعالي بقى حضرتك المساهمة الكبرى للدولة المصرية في مؤتمر التغيرات المناخية 27، بيلي المساهمة الكبرى للإمارات الشقيقة في مؤتمر في قمة المناخ 28. المؤتمرين دول هم كانوا المؤتمرين اللي بنقول عليهم اللي كان لهم دور إيجابي، إن الاتفاقيات والوعود بدأ يتحول الوعود إلى صيغة تنفيذية بتنص ان مساهمه الدول الكبرى ب 100 مليون دولار للحد ومواجهه التغيرات المناخيه. ده مؤتمر قمه المناخ 27 في شرم الشيخ. طيب انا بقول لحضرتك احنا من العداله ان الدول الناميه والدول نقول كده اللي اقتصادياتها مش قويه هي ليست لها اي سبب في اضرار المناخ، وبالتالي حته ان يقول ان 100 مليون لا، احنا هنحسبها بالنسب التلوث اللي انا قلتها مسبقا. نعم. بنسبه امريكا والصين والدول الاتحاد الاوروبي دول الاكثر تلوثا، يبقى انا بقول الثلاثه دول هم المسؤولين مسؤوليه كامله عن التفعيل ما تم التوصل ليه في قمه المناخ 27 وقمه المناخ 28. جوتيرش في قمه 28 قال عباره صريحه، يجب التوقف نهائيا الان عن استخدام الوقود الاحفوري. احنا بقى انا مش هنقول ان كلمه التوقف النهائي، لان دي اقتصاديات دول واقتصاديات دول صديقه منها، يبقى انا اقول التوقف التدريجي وتحول التدريجي للاقتصاد الاخضر او لاستخدام الطاقه النظيفه او الطاقه الجديده المتجدده اللي هيكون لها دور ايجابي خلال الفتره القادمه. بنتكلم ظاهره النيلو ما حدث في الامارات،
وما سيحدث مستقبلا. صحيح، وما حدث من إعصار دانيال، ما حدث بالإمارات كان يعني غير مسبوق بالتأكيد، ودوما يعني بنطالب الدول الكبرى والدول الصناعية الكبرى بأن تفي بتعهداتها تجاه الدول النامية. بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور تحسين شعلة الخبير البيئي أستاذ النانو تكنولوجي على هذه المعلومات، كنت معنا عبر الهاتف.